هدف ثقيل إن استطاع أن يترجم هذه الركلة. أورسوليني ضد تيراتشانو، وأورسوليني جول 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 لبولونيا، يتقدم في النتيجة فريق تياغو موتا. العودة لبونا فنتورا عرضية، سكوروبسكي من دون مجاملات ولكن لم يكن تدخل موفق، وسابونارا يضع الكرة في الشباك. خطأ من سكوروبسكي، وسابونارا يستغل الموقف لتعديل النتيجة لفيورنتينا. أورسوليني الكرة نحو القائمة الثاني، باش باش يضع الكرة في الشباك، الهدف الثاني لفريق تياغو موتا. جول 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 جول.